مؤشرات مهمة وحصيلة واعدة حققها بنك القرض العقاري والسياحي خلال النصف الأول من سنة 2015. ميزانية بلغت 44.7 مليون درهم بزيادة بلغت 3.6%. هذا الفصل الأول ديال سنة 2015 الحصيلة كتبان في النتائج ديال البنك. بالنسبة لنا هي حصيلة جد مهمة لأن جميع المؤشرات اللي كان نعمل بها في تقدم ما بين 2-4% من في ميدان المخاطر والاحتياطات اللي كتعملها البنك باش تواجه المخاطر اللي كتعرف. عندنا واحد المستوى ضعيف جدا بالنسبة لما ما يقارن بالأبناك اللي كتعمل في الميدان. هذا لأن الاختيار ديال الملفات في البنك يكون على واحد الشكل فيه قناعة وبعض الصرامة اللي جعلت بأن الآن الحمد لله بأن النتائج غدا في واحد الوتيرة جيدة. بالنسبة للنتائج كنلاحظوا بعض انخفاض في النتيج الصافي، ولكن هو في الحقيقة التفسير ديالو راجع للسنة الماضية، لأن السنة الماضية كان استرجاع مبالغ مهمة اللي جات من الملفات القديمة. إنجازات مهمة كالزيادة المحققة في أتلانتا 10% وزيادة في رأس مال سوفاك 84 مليون درهم، بينما بلغت نتائج ودائع الزبناء 2 مليار درهم بنسبة 13.2% مسجلة نموا بلغ زائد 9.1%. أهداف بالنسبة للعمل العادي هو نعمله باش يكون النصف الثاني على الأقل بنفس يوصل نفس النتائج اللي كان النصف الأول ولا أكثر. وبطبيعة الحال كنتمنى بالنسبة للملفات القديمة يكون استرجاع أموال أكثر من اللي لاحظنا، لأن هذا الفصل الأول ديال السنة ما كانوش بعد الملفات وصلوا للنهاية ديالهم. كنتمنى باش نلاحظوا النهاية ديالهم في النصف الثاني وباش يكون استرجاع اللي غادي يكون عنده أثر إيجابي على النتائج. طموح وعزيمة ورغبة كبيرة من الأطر العاملة ببنك القرض العقاري والسياحي بأن يكون النصف الثاني من سنة 2015 أفضل من النصف الأول، وذلك من خلال وضع استراتيجية محكمة ومنظمة.